اللهم يا قريبا غير بعيد، ويا حاضرا غير غائب، ويا غالبا غير مغلوب، يا من ترى مكاننا وتسمع دعاءنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. نحن عبادك المساكين المحتاجون الفقراء المضطرون، نمد إليك أكف الضراعة، نمد إليك أكف الضراعة، متوسلين بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الوسيلة والشفاعة. لا تدع لأحد منا ذنبا إلا غفرته، لا تخرجنا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز يا غفور. لا تدع لأحد منا ذنبا إلا غفرته. اللهم الذنب الذي بيننا وبينك اغفره لنا، والذنب الذي بيننا وبين عبادك فأعنا على رد الحقوق إلى أصحابها. لا تجعل لعبد عندنا مظلمة، نعوذ بك أن نظلم عبدا من عبادك، نعوذ بك أن تعلق مظلمة لعبد من عبادك في أعناقنا. اللهم إنا نسألك ألا تدع لأحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، يا فارج الهم يا فارج الهم.